هاي دير ستودنتس، نايس تو ميت يو. أعزائي طلبة الصف الثاني المتوسط، نحييكم في درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية. Open your activity book and on page 5. Listen 5 unit 1. Exercise A. Write these sentences. اكتب هذه الجمل with the correct punctuation. مع أدوات التنقيط الصحيحة. طبعا مثل هذه أسئلة مهمة، طبعا احتمال تيجي من امتحانات، يعني يعطيك جملة على هالشكل هذا بدون أدوات تنقيط، فعلى الطالب أن يكتب أدوات، يكتب يحل عيد كتابة الجملة بأكملها، ويجي طبعا أدوات تنقيط يراعيها. مثلا بداية الجملة راح تكون بالحرف الكبير دائما، إذا أكو اسم شخص أنثى أو ذكر بالجملة لازم يخليه يبدي بكابيتال لترز، وإذا يوم من أيام الأسبوع أو شهر من الأشهر أو دولة من الدول أو مدينة فيكتبها بالكابيتال لترز، إضافة إلى الاختصارات الفارزة العليا الفارزة السفلى إلى غير إلى آخره، كل هذا يراعيه. نهاية الجملة هنا نقطة، إذا جملة سؤال علامة استفهام، إلى آخره من قواعد أدوات التنقيط اللي هسه راح نشرحها. التنقيط هو إعادة كتابة جملة معينة باستخدام الحرف الكبير والفارزة وعلامة الاستفهام والنقطة في الجملة. نتعرف على سؤال التنقيط من خلال وجود كلمة punctuation في السؤال، حيث يكون السؤال على شكل جملة أو والمطلوب إعادة كتابتها مستخدما الحرف الكبير والنقطة والفارزة وعلامة الاستفهام وكما يلي. أولا، الحرف الكبير، يوضع الحرف الكبير في أولا بداية كل جملة مهما كان نوعها. يوضع الحرف الكبير أيضا في أسماء العلم، أسماء العلم يعني أسماء الأشخاص ذكور أنثى، أسماء المدن البلدان الأنهار أيام الأسبوع أشهر السنة تكتب بحرف كبير. الضمير I دائما يكتب بهذا الشكل بأي مكان في الجملة. كلمة yes أو no دائما بحرف كبير. علامة الاستفهام توضع في نهاية الجملة الاستفهامية التي يكون معرفتها من أنها تبدأ بأحد الأفعال المساعدة التسعة، يعني إذا بدأت الجملة ب is, am, are, was, where, has, have, will, can, should, shall، يعني إلى آخره، هاي كلها تعتبر أدوات استفهام بنهاية، يعني لغرض تكوين جملة السؤال، فنهاية السؤال لازم نقطة. تبدأ بأحد أفعال العمل، يعني إذا الجملة أيضا تبدأ بدو does did أيضا نحط بنهاية نقطة، طبعا هنا كلها بالحرف الكبير تبدأ. تبدأ بإحدى أدوات السؤال التالية، مثلا عندنا أسئلة مو سؤال yes no، هذا أسئلة WH، how long، how much، how many، when، where، who، what، هاي الأدوات الاستفهام إلى آخره، كل الأدوات الاستفهامية WH هذا يعتبر سؤال، فنهاية السؤال لازم علامة استفهام. إذا وجدنا في الجملة إحدى الكلمتين yes no فهذا يعني أنها جواب، ولا بد من وضع علامة استفهام قبلها. عندنا بعد فارزة الاختصارات، رقم 3، فارزة الاختصارات يعني توضع فوق اختصار كلمة نوت بهذا الشكل، يعني من نحذف الأو نخلي مكانها لازم فارزة يعني عليا، توضع فوق اختصارات الأفعال المساعدة مثل shall، مثلا I've، هاي يعني إذا كلمة I have نختصرها I've، he is نختصرها نقول he's، she will اختصرها نقول شيل، ونخلي مكان الاختصار او الاحرف اللي حذفناها فارزة عليا. توضع في كلمة o'clock، كلمة o'clock تكتب هذا الشكل يعني الاو بعدين يعني فارزة ونوب o'clock، طبعا هي الكلمة بهذا الشكل وردت يعني هي باللغة الانجليزية. توضع في هذا التركيب let's دعنا، ايضا دائما تجي let's يعني دعنا فتجي بهالشكل هذا. توضع قبله وبعد الكلام المنقول، الفارزة السفلى توضع بعد كلمة يعني الكلام المنقول، يعني من أريد أنقل كلام معين لشخص معين أخلي الكلام أحصره بفوارز عليا أو هلالين يعني يسمون هنا. الفارزة السفلى توضع بعد كلمة يس وكلمة نو، يعني هاي حكينا عنها. النقطة توضع في نهاية الجملة الخبرية، نفحص الجملة بدقة، إذا لم تكن استفهامية فهي خبرية، وكذلك في نهاية الجواب القصير الذي يبدأ بكلمة يس نو. لاحظ الأمثلة التالية، السؤال يجي بهالشكل هذا: rewrite the following sentence using capital letters، أعد كتابة الجملة التالية باستخدام capital letter capital marks، أدوات الكابيتال and punctuation marks و capital letters أحرف كبيرة
and punctuation marks وأدوات التنقيط التالية. مطيك يعطيك هاي الجملة مثلا did Huda meet Russia at the party I think so. طبعا هذا من ملاحظتنا للجملة بأنه سؤال. فالسؤال أيضا لا يلزم يبدي، إحنا قلنا بداية أي جملة تبدي بحرف كبير يعني did، أنا هدى اسم بنية يعني فلازم تكتب بدايتها بالكابيتال did هدى تصير. ميت هذا فعل نزل نفسيته، رشا اسم يعني علم يعني اسم شخص فلازم يكتب بالكابيتال أيضا رشا. ات تنزل نفسها، ذي تنزل نفسها، بارتي تنزل نفسها. هنا قلنا اي تكتب اذا اجي توحدها دائما حرف الآمين يجي وحده يعني يرمز للضمير اي انا، فهنا يكتب نا. هذا السؤال انتهى فلازم نهايته علامة استفهام. يبدي الجواب اي ثينك سو، انا اعتقد ذلك، فهذا يعتبر جواب على السؤال فيبدي بكابيتال، وهي ايضا الاي وين ما كان قلنا باي مكان بالجمله تكتب بهالشكل هذا اي ثينك سو، انا اعتقد ذلك، ونهايتها نقطه، يكون هذا حل السؤال. ولازم ينتبه الطالب اي اجراء يسوي عليه درجه. وعلى هذا الاساس راح يكون حلنا للجمل الثلاثه بهالشكل هذا in our classroom في صفنا the teacher's table طاولة المدرس is in front of the board هي مقابل اللوحة أو السبورة. فهنا هاي الإجراءات اللي اشتغلناها كلها خلينا جواها خط، يقدر الطالب يطلع عليها ويقارنها بالجملة الأصلية ويعرف شنو التغيرات اللي صارت. Most teachers معظم المدرسين stay يبقون in the teacher's room في غرف في غرفة المعلمين in the break. هنا طبعا كل من مثل ما نوهنا في شرحنا لأدوات التنقيط تكون هنا أداة الفارزة بعد الاس دي اتش، هنا teachers room يعني غرفة المدرسين، فهنا قلنا اس التملك مرة يجي قبلها الفارزة إذا كان اسم مفرد، ومرة يجي بعد الفارزة إذا كان اسم جمع ينتهي بس، فماكو داعي نضيف اس الشخصة اس التملك مرة أخرى، فنضيف مكانها فقط فارزة room and the break. break هنا نهايتها نقطة لنهاية الجملة. Yesterday يوم أمس four animals للحيوانات escape from the lion. I'm sorry four animals أربع حيوانات escaped هربت from the lions هربت من الأسد lions cage من قفص الأسد in the zoo في حديقة الحيوانات. هنا أيضا مطينا ملاحظة punctuation الأدوات تنقيط speech marks إشارات التكلم. When we report عندما report أو نكتب تقرير what people asked عن ما هم الناس الذين نسألهم or said أو يقولون we have to يتوجب علينا use speech marks نستخدم أدوات يعني التكلم أو أدوات الكلام المنقول. مثلا مايك said يقول مايك، شوف هنا الكلام هو كلام مال مايك فيجب أن نوضع بين هلال يعني يسمونهن أو فارستين عليا، لازم لأن كلام منقول يكتب نصا. I am a good photographer أنا مصور جيد، هذا اللي يقول مايك، لازم الادعاء مالته والكلام نحطه بين قوسين حتى نعرف بأنه هذا الكلام نصا منقول من مايك. I am a good photographer أنا مصور جيد مايك سيد يقول مايك، مرة يعني الجملة مرة نكتب هنا الكلام بأنه قال بداية الجملة أو مرة نكتبها بداية أو نهاية الجملة اللي قالها، يعني مرة بداية الجملة اللي قالها ومرة بنهاية الجملة اللي قالها. Look at the commas انظر إلى الكوماز الفوارج العليا in both sentences في كلا الجملتين. زين Look at this example انظر إلى هذا المثال. Why is there no comma لماذا لا يوجد فيه فارز؟ Is Rafid good at writing stories هل ان رافد جيد في القصص في كتابة القصص؟ I asked انا سألت يعني هذا ايضا الكلام اللي انا قلته لازم اخليه بين قوسين. Now write this question الان اكتب هذا السؤال and answer والجواب with the correct punctuation مع ادوات التنقيط الصحيحة، يعني هذا السؤال اريد ان نكتبه بادوات التنقيط الصحيحة. ايضا هذا الحل عندنا. Are you coming? Are you coming to the beach
إلى هل أنت تأتي إلى ساحل البحر؟ My father asked. سأل والدي. أيضا هذا الكلام نقول خلينا بين فارستين وخلينا جوا إشارة. I can't. I answered. أنا لا أستطيع. أنا جاوبت. I have to write an article. أنا يتوجب علي كتابة مقال. هذا كلامي بين قوسين أيضا وهذا أيضا كلامي اللي بين قوسين المنقول. ويقدر الطالب يقارن بين جملة الحل وجملة الأصلية حتى يعرف الفوارق ويحفظها. هنا exercise C write the words. اكتب الكلمات be careful وكن حذرا with your spelling مع الإملاء. Word molding بناء الكلمات. Words for someone كلمات لشخص ما who does something يعمل شيء ما. هنا طبعا هاي مهنة كلها مهن عندنا أو سوري أفعال. فالفعل إذا نحوله إلى اسم الفاعل أو مهنة الفاعل فلازم أكثر كقاعدة عامة نضيف له ER بصورة عامة إلا بعض الشواذ لبعض الكلمات. فراح كالآتي راح نشرحه. اشتقاق اسم المهنة من إضافة ER إلى الفعل. مثلا farm يعمل بالحقل farmer فلاح. برنت يطبع برنتر طباع. بلاي يلعب بلاير لاعب. اديت هاي شاذة يعني نضيف لها مكان الاي اور هاي لازم نركز عليها الطالب. اديتور يحرر محرر. هنا يعني نرجع لهاي فارم يعني تجي معناها يلتزم ارضا او يحرث كفعل فصير فارمر أو تجي مرات مزرعة فإحنا نأخذها كفعل يحرث تصير فارمر الحارث أو المزارع. عندنا يكون حل الكلمات الموجودة عندنا بالجدول اللي ذكرناه في كتاب الـ Activity Book. Farm Farmer Rent Renter Edit Editor قلنا هاي شاذة نضيف لها OR مو ER. Teach Teacher Report Reporter Clean Cleaner ينظف منظف. Catch Catcher play player skate skater football footballer drive driver swim swimmer speak speaker sing singer write writer. عندنا التمرين اللي بعده read and complete. اقرا واكمل the sentences الجمل with for or since باستخدام for لمده وsense منذ. وهذا شرحناها في درس سابق وقلنا بان الفور يجي بعد فتره زمنيه محددة بأرقام وسينس منذ بداية فترة زمنية تاخذ وراح يكون حلهن كما يلي. Number one. I waited for the bus. أنا انتظرت للباص for half an hour لمدة ناتخذ for نصف ساعة وإحنا قلنا فترة زمنية محددة معروفة for an hour لمدة نصف ساعة. Then I started walking وبعدها بدأت أمشي. Two. We've been in school. لا كنا في المدرسة. Since منذ هنا تأخذ كلمة since منذ يعني هاي الكلمة منذ 8 o'clock منذ الساعة الثامنة this morning في هذا الصباح. وإحنا قلنا بداية فترة زمنية تأخذ منذ يعني بداية فترة زمنية منذ الساعة الثامنة. 3. I am hungry. أنا جائع. I haven't eaten anything. أنا لم أأكل شيء ما. Since منذ last night منذ الليلة الماضية هنا تأخذ since. We stayed. نحن بقينا in India في الهند for 2 weeks لمدة أسبوعين. هاي شوف فترة زمنية محددة وأرقام لمدة أسبوعين. وهذا الحل هنا number one for two since three since وفور رقم four أربعة تأخذ for لمدة. وهاي القاعدة for في فترة زمنية محددة مثل بأرقام تأتي since في بداية فترة زمنية أو نقطة معينة في فترة زمنية. يعني هنا لغرض حل السؤال يجب أن يكون ترجمة لكل الجملة حتى نوصل للحل الصحيح. وذن طبعا هذا التمرين يحفظ هو وهذا التمرين اللي قبله ذني تمارين مهمة والتمرين أيضا مع الأدوات التنقيط أيضا لازم يحفظ. فهذه كلها تمارين مهمة في الامتحانات. هذا كل ما موجود بدرسنا أعزائي الطلبة. Meet you next time.